الله المزيد من فضله إلهنا نعم كيس فضله كيس الله نزياده وحلقة وحين قدم بيسي كنتونات وحن بالعبنا إن حلقة كنتون يكواد كتاب كني جامع الترمذي حلقة وحين قدم بالعبنا دونتا حديث كسدح بقول يتبن يا أفراد باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد هذا مثل باب ما الذي كأيو بابه جاءه وما قب كيمد ما أي الذي كي كيمد يقول قفك أوليه عند دخوله قليد ساكتي سأوليه المسجد مساجدك أوليه وهل كان شيخ حوق أهدر الدونا رحمه الله تعالى قفك مساجدك مرك أوليه مسجدك إلهي أذكارتي ونص النبي نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يا آدابت للدونا يوم مساجدك إن لقوا قالوا لأنه قفك مؤمن كآه وإنه كلا سعاره بيتك إلهي مركه أوقليه يا قرقي سعادي كآه مركه أوقليه وإن أكتيس أي فرق أي أكل ليهين أو آداب احترام يا حشمة يا أذكارت سوسعته وإنه كو قالوا بيتك إلهي قال الإمام الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه حدثنا علي بن حجر المروزي أثقة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ابن علية البصري أثقة عن ليث والليث بن أبي سليمان صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك ومرك الشيخ آخر عمر قيسي أي اختلاط كدعي مرك أحاديثي قبل الاختلاط اللغوري أحاديثي بعد الاختلاط اللغوري أيان لك لقرنين مرك حديثك سساسا لغتك عن عبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ينتسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب أي أنس بشكتاو سيد علي أبو المدني أبو محمد ثقة جليل القدر عن أمه هو يدي أي كوري فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب المدنية زوج الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ثقة عن جدتها فاطمة يدنا أي يدد أي حديث كوريسي فاطمة الكبرى بنت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لكن فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى لكن أي مدى محدثين تحليهن فاطمة يرو أي يد اللوية هي يا فاطمة وين والنبي صلى الله عليه وسلم وحبك ما يسن دقيسن فاطمة يري فاطمة وين وحسماع ماله وحديثكم يشاس انقطاع وجره انقطاع أي وجره عن جدتها فاطمة الكبرى هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الحسنين سيدة النساء أهل الجنة ودمرك أهل سيدة نساء هذه الأمة تزوجها وحقور سدي علي في السنة الثانية من الهجرة وماتت ويقيريوتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر واللح بلوطون أي كدن بيسي نبينا صلى الله عليه وسلم وقد جاوزت العشرين بقليل لواتن يدور سني جرتي مركا لمنيسي فهي أول آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا برسول الله آل بيتك نبيك قفكي وقوه الرئيسي وقيريوتي ونبيك أن راعدي صلى الله عليه وسلم أي أهد وآل بيتك نبيك صلى الله عليه وسلم قفكي وقوه الرئيسي ونبيك هلا شيء وقيريوتي أي أهد فاطمة قال دوحي تري فاطمة كان رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم وهاجري إذا دخل المسجد مساجدك عدو قالوا صلى على محمد وسلم نبي محمد وكسل لجري يعني صلى على نفسه السقى النبي وكسل لجري على قلجه صلى على محمد وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أسايس كسل لجري السقى نسي السلام جري وقال وحونا جه جري رسولك أنه صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ذكر قاسا النبي نوجدي صلى الله عليه وسلم وفق مركو مسجدك وسوق إليه إنه نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وقصل ليه كبعدنا ويرى ربي اغفر لي ذنوبي إله ذنوبتي إذا إيناف وافتح لي أبواب رحمتك إله الباب هذا حريستا
نحرست هذا الباب بديتنا إلهي إفر مركا إريغان نبي صلى الله عليه وسلم أوليه جيري ربي اغفر لي ذنوبي مركستا أو مساجدك أسوق عليه وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته وتواضع أمتي سوى أحبره وإلا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا النبي الدنبي بمالهين لكن هو من باب التواضع والتعليم والتشريع لأمته أمتي سوى أحبره أمتي سوى أجدين ذكرقان إنه أخرستان وإذا خرج هذا النبي صواب حينا صلى الله وسلم وبارك عليه صلى على محمد وسلم أمركم سيدك بحينا وقفكم حسناء نبي نفتي سوك سلي جري نفتي سونا سلامي جري رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه ومركع سلي النبي صلى الله عليه وسلم شارح حكريها قال القاري في المرقات يحتمل حسر تقال قبل الدخول وبعده والأول أولى ثم حكمته حكمته كجرت بعد تعليم أمته أمتي سمرك وحبريك بعد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه الإيمان بنفسه وإنه أصدق إنه رسول يهي وإسرمي واجبك وأهيت النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول إلهي أوليه كما كان يجب على غيره سيد غير كسب واجب أي واهيت فكذا طلب منه حلقة البضية تعديمها بالصلاة منه عليها إنه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أكوينيه إنه النبي أسكو صليه كما طلب ذلك من غيره سيد النبي غير كسب لو قد البضية صلى الله عليه وسلم وإذا خرج هذا بحي أن رسولك صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نفتي سوك صلي جر وأنا سلام جر وقال رسولك أنه صلى الله عليه وسلم حديث جر ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك إله ذنوبتنا إله الباب فضلك أغنى إله إفر الدواء وحوين وحوين وقفكم مروا بمساعدك سيوك لي هدو إلهي ندم الله فويديسته الباب ذا حريست إن إلهي أفرنا إلهي أسؤالنا مر والبو مساجدك كب حينا ونبي كسلنا صلى الله عليه وسلم هدنا دم داف إلهي ويديسنا هدنا الباب ذا فضل إلهي إن الله أفر وإلهي أسؤالنا وذكر وين إن الله فوضى يستنى حق معها ذكر وين تدغار إسكف فوضى يستنى وحل فوضى يستنى معها وحد آخر ستي سلق النبي صلى الله عليه وسلم مركز ومسجد كاد كب حيث والسوكليس واحد إلهي ويديستي دم الداف واحد إلهي ويديستي حلق قريتانك البابد حريص إن إلهي كفر حلق بحتانكنا البابد فضلك إلهي إن إلهي كفر وهذا ذكر عظيم جليل القدر لا يستهان به وذكر وين أن لفوضي سنكر ذكر وين أن لفوضي سنكر فكيف يستخف بنزول رحمات الله تعالى ونفحاته سيل لفوضي سنة رحمة إلهي إن إلهي كفر سير الله فوضى سنة الباب ذا إله إن إلهي كفر الباب ذا فضل إن إلهي كفر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حويم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وقال علي بن حجر المروزي ثقة قال إسماعيل بن إبراهيم بن عليا السابق في الإسناد فلقيت حال لكل مي وتصب أن لكل مي يا دهيا فلقيت ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم السابق في الإسناد ابن عليه هران سومرني أيه وحليه وحان توس ولكلمي عبد الله بن الحسن بمكة ومركي هوري إسماعيل بن إبراهيم يا عبد الله بن الحسن واسدة ودحيس وحديثك وحوقة قادي بواسدتي ليث بن أبي سليمان ليث بن أبي سليم واسدة داس وقا قادي ومركي هوري واللو دحي كبعد وحوري ابن عليه عبد الله يقول نفتي سام بمكاكو أرك ونمكاكو لكل من فسألته عن هذا الحديث عبد الله يقول نفتي سام أيام وحن سؤالي حديث كان فحدثني به بالحديث السابق حديث كي سوهر مرو توس أسنا مركو هرب واسدة يهيدة بدون واسدة أيو يقول قال وحو سيري رواية أكويري عبد الله كان رسولك صلى الله عليه وسلم وحو هانجر إذا دخل مسجد كمركو قليو قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحو ديه جري رب افتح أبواب رحمتك رب افتح لي ذي رواية انكم الدرموه مركان ساسوي رب افتح أبواب رحمتك وإذا خرج هدو بحيو ومساجد كنبو كبحينا صلى الله وسلم وبارك عليه قال وحو ديه جري رب افتح لي
أبواب فضلك أو ربي وسوق لي الرواية تيها روحي وافتح لي أبواب فضلك تنا ربي افتح ربي افتح لي أبواب فضلك نركوا الرواية اسكودو دو رواية معناها اسكودو دو. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب باب كان وحاكسه قال حديث مروي عن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وأبي هريرة أحاديث أنا بس صحيحة هذا حديث أبي أسيد كان ورق علي هذا حديث كالترمذي وأصوغ السنة كان نوغش يا جاي هذا وراء بكجره فاطمة الصغرى لم تسمع عن فاطمة الكبرى فهو منقطع في الحديث ضعيف الذي اختاره الترمذي حديث كالترمذي هذا ونوش يا جاي وأبي حديث انقطاع كجره سنة كالقوان وها مرك حديث كان أوليه وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد وأبي هريرة أحاديث أنا صحيحة خصوصا وها أود رجوين حديث كأبي أسيد محل ورواية مسلم في صحيحه مرك حديث كأبي أسيد أي حديث كان هذا الشيخ ونوش يا جاي لقو صحيح يلي وشاهد النقاني أسا شاهد النقاني مرك هدو حديث كأبي أسيد وصحيح يا هاي محو أسا أود رواية الشيخ وك حديث ضعيف الشيخ النوش يا إن كسر شواهد اللي حديث كضعيف كا قال مرك وركاس أنو كشيء قدونا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحور حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل حديث كفاطمة الكبرى حديث كذي حديث حسن وحديث حسن هذا حديث حسن حديث هذا اللي سجئ دلاقه حسن هذا إسكيرة شيخ أنت بدن وحول جدا ضعيف أنت بدن غالبا ضعيف وحول جدا لكن حديثه ضعيف بهذا النقطة وصحيح بشواهده خصوصا بشاهد أبي أسيد حديث كأبي أسيد مسلنا وريانر وصحيح الحديث صحيح ونقرأ متنها ساسو قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل وفاطمة ابنة الحسين لم تدرك ما بسوء قارب فاطمة الكبرى وفاطمة ضياري فاطمة وين ما إسن سوء قارن وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوء قارن إنما عاشت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين ولاته بعد النبي بعد وفاة النبي نبي قيريدي سيك بعد وحي بن ولد أشهرا دور بلوت ما بضاهم بي لح بلوت يكدن بيس ما برك ما بسوء قارن برك حديث كمن قدعوه مرك الشيخ شارحه هوس كجواب اعتراضك بشق هذا سوء رورينه إنه وحير فإن قلت هذا قد اعترف الترمذي ترمذي وح قرتي بعدم اتصال إسناد حديث فاطمة حديث فاطمة سنة كيس ونص متصل هين فكيف قال سيؤير حديث فاطمة حديث حسن قلت الظاهر أنه حسنه لشواهده هذا الشواهد ليه بل واب الصحيح بقى شواهد مرك الأفيري وقد بينا في المقدمة وحنكو عدينا أن الترمذي قد يحسن الحديث مرر قار حديثك حسن ويرا مع ضعف الإسناد لأجل الشواهد ورأى نصر الشيخ كل شيء مقدمة مرر قار الشيخ حسن حديثك لي أسوى سنة كيسو ضعيف هي وحنا حسن إليها الشواهد إلي الحديث كانوا كلا الشواهد إلي وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه أيضا فإن قلت ذاترا لما أورد الترمذي وترمذي محوس أروري في هذا الباب حديث فاطمة لما أورد محوس أروري الترمذي في هذا الباب حديث فاطمة وليس إسناده بمتصل ولم يرد فيه باب كان محوسا أوس أروري حديث أبي أسيد وهو صحيح بل أشار إليه حديث أبي أسيد وحديث كان رهن مسلنا أوري كاس محوس أروري واي قلت وحان لا يهي ليبين إنه عدايه أي الشيخ سأوي لي ما فيه حديث كفاطمة وحكوس غنو من الانقطاع فإذا ذا سؤس أروريو حديث كفاطمة إنه منقدع يهي أهربا إنه نوشيه ساسو وليستشد سؤو هدنا الشاهد يمرقات أغرقته بحديث أبي أسيد وغيره وقد بينا ذلك في المقدمة أرين كاسنا هران مقدمة أوسو شاكنا حديث كفاطمة إن كستو ضعيف يهي سنة كان أترمذ كسو أروريي وحؤس أروريي إنه نوع دايه حديث كان إنه منقدع يهي لكن شواهد ولي حديثه لا سيما شاهد أبي أسيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين هذا من كان باب ما الذي كأيوب بابه جاءه ما قبل يمد
إذا جاء أحدكم أحد كين المسجد مساجد كهدو يماذو فليركع هدو كذو ركعتين فليركع منه فليصلي قال قال جيد فليركع هدو كذو ركعتين أدبت مسجد كي كمت ومساجد كوحو النبي أنه نبري صلى الله عليه وسلم مركان سوق لينه إن النبي كصل لينه صلى الله وسلم وبارك عليه هدنا أن نراه ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك مركل أدبت مسجد كوحو النبي نبري صلى الله عليه وسلم مركان سوق لينه ها إسكفر يسنة لبرك عول ليراه تحية المسجد كو آدابت مساجدك أي كميت النبي نبري صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جل بغلان أثقة الحجة قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ثقة الحجة عن عامر بن عبد الله ابن الزبير الأسد المدني ثقة عابد عن عمرو بن سليم الزرقي وليس له في جامع الترمذي إلا حديثان لبا حديث كله يهالير كتاب كلام بقى وأنا ثقة من كبار التابعين مات سنة 140 ويقال له الرؤيا والليل له الرؤيا نبي أركنا ولا شيء نبي أركن ولا شيء صلى الله وسلم وبارك عليه عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد أحد كين مركب مساجد كإيمان أيوه فليركع هدك ذو ركعتين قف هدينك إذا كمن مساجدك هدو يمادو إذا جاء أحدك وحدكين هدو يمادو المسجد مساجدك هدو يمادو فليركع هدك ذو ركعتين أي فليصلي ركعتين من باب إدلاق الجزء على الكل هو الركوع وجزء صلاة كمده مركا جزء الله إدلاقي وحانا لقلج هذا كل يالا قلج هذا هذا مركا لوضع سرقعو تحية المسجد اللو يقان علمدو waxay isku waafaqeen inay sunnah yihiin oo isan waajib ahayn sunnah wa qala al hafid fi al fath wa hukur wa tafaqa aimatu al fatwa ala anna al amr fi dhalika lin nadbi aimatu al fatwa asas isku waafaqeen oo amarka rasuulku uu nasiyay sallallahu alayhi wa sallam fal yarka laamta salaam al amarka fal yarka waxa laga jeeda sunnah ah say culimada isku waafaqeen ونقل وحسو قري ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب ظاهرية ظاهرية وحي قوان لوضع رقعه ومساعد في مركز الصوق على تحيط المسجد أنه واجبين والذي صرح به ابن حزم عدمه وعدم الوجوب لكن ابن حزم أو ظاهرية كم ذا علماء ذكروا كوا فقية وحير واجبا ومن أدلة عدم الوجوب حكم ذا إنسان واجبين لوضع رقعه قوله نبي هذا الكيس صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى ننكي أركي أصغوا ضدك كتلت اللاب سنية نبي وحي رسول الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت ذاتك وادبتي فريسو الله برقع الدكمة بهن نبي صلى الله عليه وسلم دي واجب أهان لها نبي وحي لها وردك فريسو ذاتك وادبتي مرك واجب ما أهان الله برقع ولم يأمره بالصلاة نبي صلى الله عليه وسلم موسى أمره كذا استدل به الدحاوي وغيره وفيه نظر انتهى وحي الشيخ عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس حديث كنت أسكر دمانيد فليركع حدك ذو ركعتين لبرك قبل أن يجلس انتو سنفري سن حدك ذو وانتو سنفري سن الله سنة يا قفكو إنو مركز حدك ذو قال الحافظ وحير صرح جماعة وحي عدين بأنه إذا خالف وجلس لم يشرع له التدارك هذا خلاف السنة وإسكفر يستو إنه قدال سنة كلي ماذا لو مجدينه وفيه نظرة كسوة لك دوت ولما رواه ابن حبان في صحيح من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد أبي ذر وحسوق المساجد فقال له النبي نبي حكوري صلى الله عليه وسلم الركعت الركعتين أبي ذر لورق عمدك قال لا قال قم فركعهما استاق يدك مركي قفك فريستو هدوس وقت قد يران هر الله قصة ما ينكر الله ويدرك تدارق إليهين أي حديث كاسي فائدين ترجم عليه حديث كوحة ترجمة ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس كمتغيس إلا فريستو كمتغيس تحية المسجد قال الحافظ حر ومثله حديث كأبي ذر وحالم إذا قصة الصليك كما سيأتي في الجمعة انتهى قال القاري في المرقات الحكير وما يفعله وحي السمين يان بعد العوام ومن الجلوس أولا مركه هراء وفريسان يان وحي أمال ينفرق إن لهر مريب إنه السنية مركه هراء فريسان يان ثم القيام هدنا إن استاقيا للصلاة الثانية مرة بعد
باطل ولا أصل له انتهى. قلت وحان لي هاي ويبدله حكرا باطل كذا يا حديث الباب إلا النبي وحول قبل أن يجلس مرك عوام وحي عادة كذا كتير مرك أنت فريستاني كبعد السنة دي هدنا استاجا لا ما أقول مرك هتسوق الشباب هروا حال روا لا بد رجع أنا قلت كتوه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث مروي عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث وحديث أبي قتادة أولى جيدة حديث كان محمد بن عجلان وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عجلان إيه وغير واحد محمد بن عجلان إيه غير واحد أي وحي حديث كوريان ويرشاخه عن عامر بن عبد الله بن الزبير يي متابعين يعني متابعين لمالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام مالك إسكو شيخين إمام مالك أي متابعين يعني. لا إمام مالك حديث كورين عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس رواية مالك بن أنس رواية لمدة أي وريين علم الناس ومتابعين مالك متابعين ورواه وريي سهيل بن أبي صالح هذا الحديث السجنة وسهيل بن أبي صالح السجنة حديث كانوا وريو يو كوريي عن عامر بن عبد الله بن الزبير يو متابعي مالك السجنة محمد بن عجلان سهيل مالك متابعي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله عن النبي فجعله سهيل بن أبي صالح هذا الحديث من مسند جابر بدلا من مسند أبي قتادة علماء يهور وحي كردقين من رواية أبي قتادة سهيل بن أبي صالح نمحو كردقين من رواية جابر بن عبد الله عن رسول الله ولك حديث كان لسكو خلافه كل شيء علماء قارن إليهن أبي قتادة وري حديث والنبي كوري صلى الله عليه وسلم سيد رواية إمام مالك إيه محمد بن عجلان لكن سهيل بن أبي صالح وحويري حديثك وحان نبيك كوريي جابر. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهذا حديثك جابر وجابر وأنس بيي سهيل بن أبي صالح حديث غير محفوظ ومحو شيخك حكمي شت غير محفوظ رواية ده وسهيل بن أبي صالح وكرر قيم رواية جابر بن عبد الله الأنساري وشاد والصحيح حديث أبي قتادة سيد الصح ذا حديث كوحان نبي كوريي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة كما ذكره مالك ومحمد بن عجلان وغير واحد من المحدثين سيد الصواب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والعمل رقمك على هذا الحديث حديث كان الغرق ما عند أصحابنا أصحابته أن محدثين تأكتوده حديث كان الله عمل فلا استحبوا علماء وحي سنيا إذا دخل الرجل المسجد نمك هدو مسائدك السوق قالوا أن لا يجلس إنه سنفر سنين حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر إنه عذر دار ليها مهان دار إنه ليها مهان علماء وحي سنيا أيقو حديث كان دليشنيا قفك هدو مسائدك السوق قالوا إنه سنفر سن إلا إنه عذر دار واسقوا اسكليه قف قاسمه. قال علي بن المديني من شيوخ البخاري رحمه الله وشيوخ الإمام البخاري وكما هي علي بن المديني البصري الثقه الجليل وحيره وحديث سهيل بن ابي صالح خطا وحديث سهيل بن ابي صالح وكدغى من روايه جابر بن عبد الله خطا اخبرني بذلك اي بانه خطا إنه خطأ إيه حديث كالسهيل وحا إيه ورمي أو إيه شيء إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظل المروزي الثقة أي إيه شيء عن علي بن المدين ما ركت حديث كحديث سيد الصواب كا حديث كاس وحا النبي كوري صلى الله عليه وسلم أبي قتادة عن رسول الله جابر عن رسول الله معها علماء ودي دين تاس. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى هذا متكن باب ما يلدك يا أيوب بابها جاء كويمد أن الأرض كلها مسجد أرض دورنا إلى مسجد هاي مكان السجود يعني ولو قد كره لقال جيدا دول كورنا ما الكست ماشي صلاة كوقبت
waa ku dukan kartaa dhulko dhan waa lagu dukan karaa oo ummadihii hore meelan kaniisad iyo biyac iyo meelaha goobaha cibaadada lagu talagalay aan ahayn salaad ugama ansixi jiray laakiin ummadeena ummadda nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxyaalaha ilaahay ugu fudeeyey waxaa ka mid ah meeshii salaad kugu qabato asay dukanaysa masallahaagaad iska dhiganaysa salaad meel kasta هذا مثل باب ما يلي ذيك أيوب بها جاهو ما هو كي من الأرض كلها مسجد إلا المقبرة أمام مقبرة ده السلام عليكم صرف يوم كبر الجرني إلا المقبرة قبري إيه والحمام مسخشي مهنا حمام يلاها مسخولها إيه قبورها إيه أنت أنك أهين مسلها قد بيجن ويسيت كنيس ماشي صلاة أي كوكو قبته واي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى تكرر في جامع الترمذي كثيرا والبدأت كتابه وصل الله لابتكم حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أثقة أبو عمر الحسين بن حريث المروزي أثقة من العاشرة قال وحي الله الشيخ حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني الصدوق عن عمرو بن يحيى المدني الثقة عن أبيه يحيى بن عمارة يلا قال جداه المديني الثقة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام أرض ذو مكان سجود مال والباء يتكد كان كرتا إلا المقبرة مقبرة دي ما هنه إيه والحمام يمسوشي ما هنه حمام وحشاري حير هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وماشى الوقوق باستو بيها كلل حلية دي هروح حجير جرتي ما لبيه كلل لغو دياريو والوقوق باستو وسخد اللي ساقا ميرو وقباس كاس بس لغو تلقل يا جرتي لغو مدو كان كارو هاد وما لغو سحارو ده هنغط وما لغو باس لغو تلقل هنغط ما لغو دو كان كارو وهو في الأصل حميمكو الماء الحار بيها كلل ثم قيل وحالي لموضع الاغتسال بأي ماء كان meel kasta lagu qubaysanayo oo biyuhu ama ha qabowadaan ama ha kululaadaane xamaam ah wal hadithu yadullu hadithu wuxuu tusinaa cala manci salaati fil maqbarati wal xamaam hadithu wuxuu tusinaa inaan maqbaradana qabrigana aan lagu dukan karin xamaamka musqulahana aan lagu dukan karin waqad ikhtalafa an-naasu fi dhalik wa amma al maqbara qabriga fa dhahaba ahmad wuxuu ku tagay imaam ahmad uu kala jeedaahay ila tahriimi salaati fil maqbara wa haram wuu leeyahay quburaha in lagu dukado imaam ahmad ولم يفرق إمام أحمد كلام صار بين المنبوشة مدي اللفاقي إيه وغيرها مقبرة إن عرد يدي معركة يميت كل السوف فاقو إيه إن اللفاقين شيخ كلام صار وحفرق إيه مصار ولا بين أن يفرش عليها شيئا إن شيء لا سقفر عشو قبرها شيء قاسو يقيه قفك كإلى لنا من النجاسة أملا كلام صار وقبرها إنه مصلى إسكحجيو إيه إنه سن مصلى إسكحجن واسكو مدور ولا بين أن يكون في القبور أو في مكان وهذا منفرد منها قبور تجونك كلام صار كالبيت أو كل وماش هذه مقبرتها بالجمد كان كروري حديثه وعام كيس أوقات الشيخ وإلى ذلك كاسة ذهبت الظاهرية ظاهرية نساس كنت جانا كلام إنسان صار ولم يفرقوا كلام إنسان صار علماء بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار مقابر المسلمين وقت ما قال وذهب الشافعي لكن مذهب كان نسان وقبا إمام الشافعي كنت جاي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها قبر إن لفاقي أوقفك ميت كها لفاقي وبناك لصور لغي إيا إنو سيدي سوى أسترينها إلا كالصاري فقالوا حر الشيخ إذا كانت ديتها مقبرة مختلدة متكو قصنتي بلحم الموتى وسديده هلبك دتك أموادها إيا الدعان كودي الدعان ردي أي كو قصنتي يوما يخرج منهم وحا أموادك كسو بحي لم تجوز الصلاة فيها للنجاسة ما ببنا نبا إن لو دكان حتى هو النجاس مش إن لو دكان نجاس فإن صلى رجل إن هدو كد كدو يري إمام الشافعي في مكان ظاهر منها أجزأه وجوده ما القبر ظاهر هذا كد كتيد وجوده صلاة صحيح لا قبر هذا اللي سوف يقع ولا عنك ميت كي يحور هو النجاس مش أسأل لو دكان وذهب الثوري وحكته والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة وكراهية لهم ولم يفرقوا كلام صار كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها مثل فاقي غير كلام صار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض أرض كلها دمانت المسجد وي إلا المقبرة مقبرة والحمامة يمسوشيما. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب حديث المروي عن علي عبد علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر الغفاري قالوا أصحابته صدن وحيره أصحابته علي كسب الله إلى أبي ذر كان أصحابته صدن وحيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري جعلت لي الأرض كلها مسجدا وظهورا أرض ذا وحلا يقدر جي مكان السجود هي الظاهر الله يقدر جي أرض ذا ظهور مد ظهورا وحد ظهير إيسا ومر كان لقب باري السنة يوم مد لقب باري السنة يوم أي الله يقدر جي أرض ذا ظهور يا ملام كل سجود الله يقام من عن إنهم كده كده ماشي صلاة وقارتم مر كحديث كان محوك يا شيخ حكم ماذا كجرت محيط صحابة بدن وانتو نوشي قيوا في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي وريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وانس وابي امام وابي ذر ووحو يري صحابة داسي وحي النبي كوريا صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وظهورا حكم ماذا شيخ هذا الكن أوليجيه وحوي هؤلاء الصحابة لم يذكروا الاستثناء استثنه مشيق الذي ذكره أبو سعيد الخدري رواية ذهر أبو سعيد الخدري استثنوا الشيء الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أيها استثناها اسم الشيء أيها حي الشيء جعلت لي الأرض كلها مسجدا وظهورا صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري وحديث كهر وها الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام قد روي حديث كسؤال لوري عن عبد الله عدسيس ابن محمد الدراوردي روايتين لو الرواية لوري منهم علماء وحاكم من ذكر عن أبي سعيد قفشاقي علماء قاركود أبي سعيد الشاقن أبي سعيد الخدري وصحابي حديث كوري الشاقن ومنهم علماء وحاكم من لم يذكره روح أبي سعيد الخدري بأن شاقن فجعل الحديث مرسلا مرك حديثك مرسل ونقرأه دنا أبي سعيد الشيخين مرك الشيخ محمود هذا كان أولج هذا وعولج هذا اختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا حديث قار علماء قار متصل كده جن ومتصل قرم ونقرأه مرك أبي سعيد الشيخ مرسلا قرم ونقرأه مرك أبي سعيد عن الشيخ والمساس يسوق خلاف. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين الجوري منهم علماء وحاكم من ذكر الروح شاق عن أبي سعيد ومنهم حاكم العلماء من لم يذكره روحا شاق بأبي سعيد وفجعل الحديث كرقي مرسلا حديث كمرسل كرقي. وهذا حديث كان أبي سعيد حديث وهي حديث كاسو فيه اضطراب اختلاف حديث علماء قارن مرسل كرقي قارن متصل. روى سفيان الثوري وحوري عن عمرو بن يحيى السابق في الإسناد عن أبيه عمرو بن يحيى أبيه ينوها يحيى بن عمار وها وتابعية يحيى بن عمار وتابعية عن النبي كوريني محن غنا فهو مرسل قابك اللي سوه خلاف في حديث ساسو مركب مرسل ونغنى. ورواه وحكى له حديث كأبي سعيد وري حماد بن سلمة البصري الثقة عن عمرو بن يحيى عن أبيه أبي يحيى بن عمار التابعي عن أبي سعيد الخدري ومر كان أبي سعيد الله الشيقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث حينئذ متصل مركز متصل نقرأ إلا وحال الشيقي أبي سعيد الخدري ساسا حديث كلا سوء خلاف. ورواه وحكى له حديث كوري محمد بن إسحاق صاحب السير ويه المدني الصدوق ورمي بالتشيع والقدر تشيع قدرنا والوئي عن عمرو بن يحيى السابق في الإسناد عن أبيه يحيى بن عمارة وتابعيه قال وحويري أبي قال أبو عيسى الترمذي وعلي هذا الكاس هو علين محمد بن إسحاق كتبت قال أبو عليه محمد بن إسحاق هو علين أبو عيسى الترمذي وعلي قال ذاس قال أبو عيسى الترمذي وحويري وكان عامة روايته رواية محمد بن إسحاق وعلي ضمير كاس وكان عامة روايته رواية محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق روايته سأنت أقبضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ساسو يالا انت بدل
رواية محمد بن إسحاق وحوي عن أبي سعيد عن النبي ومحو كرقا انت بضن يجعل الحديث متصلا حديث متصل وكرقا ولم يذكر لكن مشيق الآن لكن حد مشيق محمد بن إسحاق في حديث كالحديث هدر عن أبي سعيد لكن هذا مشيق فجعل الحديث مرسلا لكن هدر مرسل وكرقا لكن محو بضن يهي رواية كيس متصل وبدينه لكن هذا مرسل وكذب مرسل وكذب هذا وكأن رواية الثوري شيخ حرواء إنه كلا رجحه وكأن رواية سفيان الثوري واحد مودا رواية سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه وأبي سعيد لقته جوا حديث كمرسل لقته عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصحه إنه تهي متسقنا شبدا صحن مبدا فرجح الترمذي رواية المرسل شيخ مركة رواية المرسل أيو رجح هذه رواية المرسل هذه اللي رجحه حديث محون نغن ضعيف لكن للحديث شواهد سيشارح بكو شيء حديث لكن شواهد لي قلت والله وكشارح وسكده وله شواهد إليه بضن منها وحاكم ذا حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا نهى عن الصلاة في المقبرة نبي قبر يقول كذو خرابة أخرجه ابن حبان ومنها وحاكم ذا حديث علي أن حبي أنا حبيب كيجي نهاني وحي قرب أن أصلي في المقبرة أخرجه أبو داود شواهد إليه قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ما جاء في فضل بنيان المسجد هذا من كان باب ما الذي كي أيوبا بها جاءه ما قب كيمد في فضل بنيان المسجد مساجد كالسدي سفضل يسويح كيمد أيوب بابي درجة أهل يو قفك مساجد لسه مساجد إلهي ولو عباده سنة إلى قيام الساعة وإله اللوج سجودا يقفك لسه درجة أهل يو قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن دار ومحمد البشار تكرر في الصحيحين وغيرهما ومركا كتبت اللحدبة لحظة بشهد الشيخ ويهي قال حدثنا أبو بكر الحنفي وعبد الكبير ابن عبد الحميد بن عبد الله البصري وهو أبو بكر الحنفي الصغير روى عنه بن دار وأحمد وعلي بن المدين وغيرهم قال في التغريب ثقة من التاسعة وإمام ثقة تاسعة دونك من تاسعة بلور قولنا سوامرني الدبغة الصغرى من أتباع التابعين ومنهم إمامنا الشافعي دبغة التاسعة إمام كأنه كجر إمام الشافعي أكمل انتهى قلت هو من رجال الكتب الستة لحد كتاب رجال شهود حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر ومدني صدوق لكنه رمي بالقدر بدع القدرية الوئدي عن أبيه أبيه حديث كوري وجعفر بن عبد الله بن الحكم الأنساري الثقة عن محمود بن اللبيد وصحابي صغير عن عثمان بن عفان عثمان بن عفان بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد من الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة استحيد منه ملائكة الرحمن كما حكى رسول الله ملائكة كحشوت النبي صلى الله عليه وسلم عثمان سيدنا عثمان بن عفان بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 30 وكي واسعي مساجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة كي صدنات تاريخ هجرية أيوة واسع. فلما أتم بناءه قتل. مركو اسمه دمي مركز الدليل. وقالت عدوك مركز الدليل. مركو مساعدك النبي قال ما يستري. يا شهادين تدليل. سيدنا عثمان. عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قفك مساجد لسة لله لأجل الله نقدسه. لا للرياء والسمعة رياء ما أها ينوضتك وجهه وكده حسمست إن مقي عيسى الله الشيخ الشيخ إن بن آدم كو أمانه وحبك مربه بن آدم ضعيف لله قدسي بنى الله له إلهي وحو قدسي شخص قاس مثله مثل هذا البيت بيت قاس قدسي مساجد قدسي مثل لمدة أي في الجنة وقدسي مثل لمدة محو كلمدية في مسمى البيت مقع قرين نمدو كلمدية مقع أسبس وأما صفته في الساعة سيدو أبالارين يهي قرية جنة يو غيرها فمعلوم فضلها فضل يسلمسه كيبكر قرية جنة انتو قروح لأيك
guriha jannadu intay ballaaran yihiin iyo naciimka aan dhammaanayn kaas haddee wax la mid noqon kara maba jiraane waxaa lagala jeedaa gurinimada uu kala mid yahay. Qaala an-Nawawi wuxuu yidhi yaxtamilu waxaa suurtagala qowluhu nabiga hadalkiisa sala allahu calayh wasalam milahu amrayn laba arrimoodaa suurtagala axaduhumaa an yakuuna macnaahu bana allaahu milahu fii musama albeyt magacaas beydnimada uu kala mid yahay. وأما صفة تلمانتيس في السعة وغيرها فمعلوم فضلها وأنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خدر على قلب بشر. الثاني أن فضله قرياس فضل قيس على بيوت الجنة جنة قريه هذا فضل قريه كفضل المسجد على بيوت الدنيا مساجد السداء قريها كلو الدنيا وقفضل بدنيا guri sidaas oo kale guriyaha uga fadli badan oo ka wanaagsan ay Ilaahay jannada uga dhisa qofkii masaajid dhisa oo macna kale yidana Imaam Nawawi ku fasir. Marka xadiiskan waa xadiis weyn kuna boorinaya qof walba oo muumin ah inuu istaago inuu ka qayb qaato guri Ilaahay dhismihiisa haduu awoodana kulligiisba uu qarashka wada bixiyo haduusan awoodi karina walow hal kiilo shamitaaba Allah ka dhige inuu sa waxba kaga bakhiilin oo fadligaasi uu u galo fadligaas iyo darajadaas si uu u galo. Man banaa lillaahi masjidan banallaahu lahu mithlahu fil janna. Qaala abu ciisa tirmidi raximahullaahu tacaala wa fi lbaabi can abi bakrin wa cumara wa caliyin wa cabdillaahi bni camrin min alcaas wa anasin wa bni cabaasin wa caaishata ummi xabiibata wa abi darin wa camr bni cabasata wa thilata ibni alasqac wa abi hurayrata wa jaabir bni cabdillaahi alansaari. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد حقيقة روي عن النبي وحاكى له النبي أن لقى وريي صلى الله وسلم وبارك عليه قال إن ويري رسولك أن صلى الله وسلم وبارك عليه من بنى قفك إدسى لله لأجل الله إلهي درتي مسجدا أدسى صغيرا كان أو كبيرا مساجد كاسها يراد أما هو يناديه بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر وريا إلهي جنة لحيدة ورسا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل نعيمها أهل نعيم كذا إلهي أن نقدر سبحانه وتعالى ساسنا نبي نوال قوريي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا بذلك الحديث السابق حديثك السابقة حديثك من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة حديثك وحنو شيغي قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني أثقة الحجة قال حدثنا نوح بن قيس صدوق لكنه رمي بالتشيع عبد الرحمن مولى قيس مجهول وننا لقرنين وليس له في جامع ترمذ إلا هذا الحديث كتاب كان وحا ليري هل كان حديث أي كلية هي عن زياد النمير الضعيف نمير وان ضعيف يسقنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث السابق والحديث ضعيف للعلل السابقة هذه علوين كيف فرح بطنائي أن هذا الصور شيئنا حديث كجره حديث ساسو حكوية هاي حديث ضعيف حديث ضعيف أيوكوية لكن حديث كان ضعيف بها بنقض بهذا الطريق شواهد ليه سيدا شاهد كشارح وهوسك عقشي بهذا الحديث المذكور وهو حديث ضعيف وشارح كوير لأن في سنده راويا مجهولا وراويا ضعيفا ولكن الحديث التي فيها زيادة ولو كمفحص قضات أتعدده حوجينيس لكن حديث ولا حديث تاغيريس حوجينيس. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي نبي واسو قاري صلى الله وسلم وبارك عليه ومحمود كاسي حقون وقجري محمود ابن اللبيد وروى شيخ انه نوبا يعني وحنا نوغو جيري باب ما جاء في بدل في فضل بنيان المسجد سنه كيدي سنه كاسو نوغو جيري عن محمود بن اللبيد كاسو. ومحمود بن اللبيد قد ادرك النبي نبي انا واسو غاري صلى الله عليه وسلم وهذا النبي قد سو غارو كميد هاي لانه توفي وعمره 13 سنه 13 سنه جيري مركي النبي كانوا دمانيه صلى الله عليه وسلم رسول غاري كان مركي النبي سو غاري. ومحمود بن الربيع انا قد راى النبي نبي اركي صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعمر محمود بن الربيع 15 كان غنغارو واهي كان ويناي
قانقار وحنك مركا نبي قريوني صلى الله عليه وسلم ومحمود بن لبدا محمود الروائن كوكا لسار مركا محمود بن لبيد يا محمود بن ربيع ومحمود بن ربيع قدر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه نبي وارك وهما لبدا صحابي ولبدا محمود غلامان صغيران مدنيان لبوي الوير ير يا هاي المركب النبي يقول لمن وانا هير مدينه اي ير ير كان كلنا سدح يتمسن وجري محمود بن لبيد كان شين يتمسن وجري هير مدينه قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهيه ان يتخذ على القبر مسجدا هذا مثل باب ما الذي في ايوب بابي هي جاءه وما قبيمت في كراهيه ان يتخذ على القبر مسجدا قبر الدشيس إنه قفك كسم يستو مسجدا مكان سجودد إنه قبر الدحديس كركيس وكسم يستو كراهية ذي وحكوي من أي أبابي هاي أو حل جلجه ذا ورجه ذا قبر جي وحكر لجنا هاي سيد مال لجو سجود أو كله وقبر جي جهدي سو سجود هيا لما أقول تاس وسيد يهودا ونبي أقول عن ذي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنبيات القبور تدعو حكرتين ميلا لغو سجودة حكرتين مركا قبرك إن السجود كرقته وميلا دو سجودة سجهدي سعاد كرقته نبي نوادي دي صلى الله عليه وسلم لكن ما سوى قلعي حديثك إن مساجدك هلكا أكرد سنيهي وبجنبه قبر سيادك لن عيسى قبر أكرد سنيهي حديثك ما سوى قلعي لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن عيسى وحاكو آسا نبي صلى الله عليه وسلم وقد أدرك عليه الصحابة والتابعون والسلف الصالح عد ضفتين مجرت هل كان لقلت كنا هي لنا عن جوارك سنة خير خلق الله يكو آسا يلا بدي سي صاحب يكو آسا بركة تاس مسألة سوق اللي ميسي وحلق لجي ده قبرك أياد أرقى السدي إن أد مركة حقي سي أد السجود لما أقول تاس تاس النبي قال نودي بل والعنة دي النبي صلى الله عليه وسلم العنة دي حتى النبي كسواروري في بعض الروايات قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني أثقة الحجة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري أثقة ثبت عن محمد بن جحادة الكوفي أثقة عن أبي صالح مختلف فيه أبي صالح كتب تشراحه ويسو خلافين محال لجلجيدا أبي صالح أبي صالح ولماذا قال روحي راهين وحال لجيدا مولى أمهاني بنت أبي طالب وسيد علي ولاشيس ومهاني لديه جري نن أدون وأها جري نن كاسر لقال جيدا هدين علم القر أبي صالح وقال لقال جيدا يرهن مولى ومهاني بنت أبي طالب وهو رجل ضعيف هدين نن كاسر لقال جيدا هدوان نن ضعيف نن ضعيف ابن حبان إساقو تاس وخلافي ابن حبان وحو يري إساقو أبو صالح هذا اسمه ميزان وهو بصري أبي صالح وحو يرأسه ابن حبان أبي صالح عن سنة كتلميذ كجرة وحال لقال جيدا ميزان نين لديه جيدا مجلسة هير بصراء وحاكلوا اللي يرسد أسماءها هدنا قول سد هذا جيدا أبي صالح وحال لقال جيدا أبو صالح الزيات كي ولقال أن سومر يجرني أما السمان ده أما أبو صالح الزيات ده نك ثقها هاي مشهور كهان والله فسره مرق وسدح قول سماهن سدح ذا قول بعلم ذا وفسره إنك لسوا خلاف وحوي هاي أبي صالح حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة الكوفي أثقة عن أبي صالح عن ابن عباس قال وحوي عبد الله بن عباس لعن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحوي لعن ذي زائرات القبور قبلها قبورها زيارته قبلها نبي نوال لعن ذي صلى الله وسلم وبارك عليه مرك حديث كان محل قلتش هذا لعن ذا نبي صلى الله عليه وسلم ولعن ذي قبلها قبورها زيارته وحال قلتش هذا حيث تخشى منهن الفتنة هذه فتنة لك بقي وبرور ديق يوح شرع وصن وقلين يصبر لآن هذه قبله قبر يكود السمين أيان مركز ومركة لعنة النبي وكود عيسى صلى الله وسلم وبارك عليه لكن هذه الشرعية وزيارة أيان وجزع وسنجر وأرققح وسنجر ويبنانتها قبله سيدة رقوك
قبرها إنه يزيارته ويبنانته بالدليل حديث عائشة. وحاول دليل حديث عائشة، عائشة وحي النبي النووي ديسي صلى الله عليه وسلم كيف أقول إذا زرت القبور مركم قبور تزيارنا يا محانها النبي يقول مدهن ما بزيارة كرتيد والله الله عنا ذي قبرها قبورها زيارته ما هذا سؤالي قبرها والله ما أقول قبورها إن زيارتان مدهن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحول يري أذكرت أن آخر سوء قول له السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أن نقول وإن كذب إيماننا ساس لعائشة مركة قبرها زيارة نست مركة حديث كعائشة وحديث كآن مركز وحلق لجهدة قبلها إن قبرها زيارة كران إن لم يكن هناك فتنة ولا جزع ليس فتنة يجزع جير كان وحلق لجهدة هذه فتنة يجزع لقبقى كاسر لجهدة وايا لعن الرسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم لعن ذي زائرات القبور قبلها قبورها زيارته حيث تخشى منهن الفتنة هذه فتنة لقبقى والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها على القبور قبور تدشي إذا كوا كسما يستا المساجد مكان سجوديال لا يكون سجودا قبور تكسما يستا قال ابن الملك وحو إرشاخ لنا إنما حرم والله حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في صلاة فيها صلاة الود كان يو وحاكسوا استنانا إن لقوا الضدكتي بسنة اليهود سنة اليهود انتهى قال القاري في المرقاد حكوير وقيد عليها عليها هذا اللقو قيدي يفيد حفايدين أن اتخاذ المساجد بجنبها جنب القبور قبورها دين عيدة هذه مساجد لقرسه لا بأس به إلا عليها أليل قبور تدش لقرسه ما يلقو سجود عليها لكن قبر يقول ويرشاخ أن هذه دين عيسى مساجد لقرسه حديث كما سوق لي ابن ماله سيد مسجد رسول الله في المدينة المنورة مساجد رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير وقيد عليها علي هذا القيد يفيد وحفايدنا أن اتخاذ المساجد بجنبها لا بأس به ويدل عليه حتى سنة يقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ما لا يكون سجودان كريم قلت عن الله إن كان اتخاذ المساجد بجنب القبور هدوها لتعظيمها إن قبور تلوين يوك تعظيم الله سيد الله اللوينين يوك أو لنية أخرى فاسدة أما يكل فاسدة هو بعض الهدين لقليه فليس بجائز مبنانا كما ستقف عليه نية صالحة دان لقلهم لعن رسول الله رسولك إلهي وحول لعن ذي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور قبلها قبورها زيارة والمتخذين عليها قبورها كوه كسمست الدشو ذا المساجد مالا لسجوده والسروج نلل كسمست قبوره قبوره وحي أشدهيان نلل أي أشدهيان لأنه ضيع المال حان نلل وغشدهيان وحاول ربعين لقو عبرقات قفك يماذا إنو آخره يجيري حسوسته أيابا للدوني محان نلل وغشدهيان لأنه حوه وضياع المال نهى عن الإسراج نبي وحو نهي إن إسراج لا إفتيميه لأنه تضيع مال بلا نفع مالك ولا نضيع نفع لهم أو احترازا عن تعظيم القبور كاتخاذها مساجد أما تعظيم كذا لا قد دور سنه أما مالك هذا لا ضيعه أي لا قد دور سنه وإنت مركا أن الله لو شد لها إن الله صدق يا بكرون إحنا لك الله وشد لها صيب ميت كان فعي صدق هذا سيقارس لكن نال إيه الله وشده محوك فائد حلقة فائدة مالك إلا ضياع المال مالك حديث كان مركا شواهد أي إسكالي هاي حديثك شواهد أي إلي شيخنا هذا وكهد لدونا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب بابكم حكم سؤال الحديث المروي عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن حديث ابن عباس وحديث حسن حديثك ابن عباس حديث حسن وله شاهد شاهد نواليه حديث الصحيح إلا لفظ السرج لفظ السرج نال الله سمسته نبي صلى الله عليه وسلم وأنه يو والله عن ذي لفظ اسمه أنت كلا شواهد وحيلا ذا شاهد صحيح حيلا أما لفظ السرج فهو حسن لغيره لفظ السرج هو حسن لغيره والنقنة أنت كلا لكن شاهد صحيح حيلا ذا نسخة المركة هذا أو رسالة هالكاس أي كوس انتي لكن سوين كقارو حكوس أروري قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وأبو صالح هذا هو مولى أمهاني ساس ما قبتان
مسؤولين كاس صحوا صحيح مركز ومرك أبو صالح اللي سكوا خلاف سنايو وهذا نكشي كينين أبو صالح اللي سكوا خلاف سنايو الشيخ الرواين وكهذا وحيروا أبو صالح هذا هو مولى أم هاني بنت أبي طالب وقبضي سيد علي ولا شيء سيد بنت أبي طالب هيد الدون مركز أي إسكال هذا ونمكاس هو ضعيف النقرة إنك أديس إنك على قلتش هذا ضعيف النقرة واسمه مجيء سنة باذان ويقال حكلو لنا باذام أو ميم أيضا باذام أو ميم ولا وحكلو شغل إنك على سوق خلافي أو علماء قار إليهن اسمه ميزان البصري سيدا ابن حبان وكتجد قول سيدا حد حوليه أبو صالح زيادك أنولجن سومري جرني يا الله جرتشي ذا الله سبحانه